السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان احنا اتفقنا قبل كده وقلنا ان احنا في بدايه كل فيديو هندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم، ربنا يقويهم، ربنا يشفي مرضاهم، ربنا يداوي جرحاهم، ربنا ان شاء الله قادر ان هو يحرر المسجد الاقصى في اقرب وقت، اللهم امين يا رب العالمين. الحقيقه النهارده بشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر العظيمه، عن الجزائر الرائعه، عن الجزائر اللي كل يوم بتثبت لنا ان هي احسن واحسن، عن الجزائر اللي كل يوم بتتقدم على جميع المستويات وفي كل المجالات. والحقيقه ان احنا بجد فخورين كعرب وكمسلمين ان في بلد عربي وبلد مسلمين اسمها الجزائر ده في الوطن العربي. النهارده حبيت اشارك معاكم الفيديو، بس يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز لو اول مره تشوفوني. بين ضفتي المتوسط حطت طائرة الجزائر بمدينة باري جنوب إيطاليا. المدينة التي لا تبعد كثيرا عن الجزائر كانت ملتقا لأقوى الاقتصاديات الصناعية في العالم، قمة مجموعة السبع. وبين الكبار حضور قوي بارز للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الإمارات ومحمد بن زايد يخضع للجزائر ويطلب العفو والسماح في صورة مهيبة جدا تلخص كل شيء. ساعات صورة تلخص لك كتاب كامل ومؤلف كامل. ورئيس عبد المجيد تبون يلتقي ببايدن وعمان والماكرون مرة أخرى. هذه الصورة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودول السبع الكبار، الكبير هو أمريكا. أمريكا لأنه عنده أول ناتج داخلي في الخام في العالم، ما زالت مسيطرة على المرتبة الأولى، تنافس فيها الصين، ممكن الصين 2030 تتجاوزها ونسبة النمو بتاعها 2.5%. راهي فرنسا السابع عالمين ومش تصبح 10 عالمين، ونسبة النمو 0.6%، ما وصلتش الواحد. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشاركته في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي احتضنتها مدينة باري الإيطالية، بعد أن تلقى دعوة من رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. مشاركة الرئيس تبون في هذه القمة كانت قوية ولم تمر مرور الكرام على الإعلام العربي والعالمي، خاصة بعد اللقاءات الثنائية والجانبية التي أجراها مع كبار قادة العالم وما حملته من رسائل سيميولوجية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. والرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهاية أنت لعمرك. الصورة أنا شخص بصراحة لما شفت الصورة معبرة جدا، يعني لا داعي. أول شيء تحليل الصورة، طيب أنا نشوف مع بعض الصورة. عادة كي تشوفوا الآخرين يوقف الرئيس عبد المجيد تبون احتراما له، يقف ويتحدث وقوفا بذا الطرف الآخر وقف، هو عمدا بقى جالس في مكانه. وحتى الفيديو القصير في ثواني شفناه ولا الصورة ما ثمش ابتسامة وترحيب في ملامح وجه الرئيس عبد المجيد تبون. الآخر نزل مع طويل، نزل هكا ومتكي على الطاولة ويحكي، يحب يقول والله خاتيني راني بريء سيدي الرئيس، بريء بريء بريء. واش من بريء؟ واش من بريء يا سي محمد بن زايد؟ راي كل مؤامراتك موثقة ومسجلتها المخابرات الجزائرية وعطتك الدولة الجزائرية أكثر من إنذار. المهم واضح أنه طريقة يحب يطلب بها السماح أو العفو. وهي ثم صورة شفتها بعد ما لقيتهاش والله في فيسبوك، ونفس الشيء الرئيس عبد المجيد تبون جالس وهو منحني يستعطف، واضح الاستجداء والاستعطاف، خاصة أنه عمان والماكرون في أتعس ظروف. بثقلها الوازن وتوجهاتها المتزنة، الجزائر تدعى لأول مرة إلى قمة مجموعة السبعة، وبقلعة بورغو إيناسيا التي جمعت القوى المؤثرة في العالم، لقاءات زاخمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بكبار قادة العالم، حملت مواقف الجزائر وتصوراتها لحل الصراعات الدولية وإرساء السلام في العالم، خاصة مع ما يحدث اليوم في فلسطين. هذا الدول يخدموا في الاستعمار ويضروا في أمته. التطبيع عيني عينك، الضرب بالقضية الفلسطينية بالهرولة والتطبيع مع الكيسوين يطعنوا القضية الفلسطينية في الظهر. يا ليت نبقوا هكذا، لما تجي فرصة ما يوخروش إنهم يقدموا خدمات جليلة للمستعمر حتى يدمر عاصمة عربية بالذات الجمهوريات الوطنية العربية. قليلة جدا اللي نحط السعودية ينعم وقطر
والامارات تنحطوا في نفس الكيس، بل منقسمين، جماعه قطر يهاجموا السعوديه والامارات، وجماعه السعوديه والامارات يهاجموا في جماعه قطر. انا بالنسبه لي لا فرق بين الرجعيه العربيه، كلهم عندهم قواعد عسكريه امريكيه، كلهم صناعهم الاستعمار، كلهم يخدموا في الاستعمار، ولو يلقوا يضربوا كل الجمهوريات الوطنيه ويستأصلوها التي حاربت الاستعمار. على طاولة الكبار استقطبت طريقة إدارة الجزائر للملفات المطروحة في قمة الجي 7 اهتمام قادة دول المجموعة والرؤساء الحاضرين ورؤساء الهيئات الأممية والدولية، خاصة ما تعلق بملف تنمية إفريقيا. تحركات الدبلوماسية الجزائرية الجاذبة والمؤثرة والتكتلات العالمية تراهن على الجزائر كشريك جيواستراتيجي في معادلة التنسيق والتأثير في القرارات الدولية. أجندة مكثفة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى خلالها لقاءات هامة خلال القمة، وتنقل رؤساء إلى لقاء السيد الرئيس بمقر إقامته بمساريا سان فرانسيسكو. اللي أعطى صورة مليحة هي أن الجزائر تقف من الجميع بمسافة واحدة، وهي سواء أمريكا أو فرنسا أو روسيا أو الصين، مع أنها متدافعة فيما بينها، مع أنها فيه تدافع وصراع، إلا أن الجزائر يعني تقف في مسافة واحدة من الجميع، يهمها أن تدافع عن مصالحها، ويهمها أن مبادئها وثوابتها، وهذا الذي جعل حضورها مع طرح القضية الفلسطينية له من الإيجابيات ومن الآثار الإيجابية جدا على الحضور. أتصور أنها ستكون لها إيجابية كبيرة جدا، وأعطت صورة حتى داخلية لدى الشعب الجزائري بأن الجزائر تعود بقوة. أفريكانا، quindi la Mauritania, diverse nazioni africane e del Mediterraneo, Algeria, Giordania, Kenya. نشكر رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني، كما نثمن مشاركة الجزائر والأردن في هذه القمة، ونحييهم على المقترحات التي تقدموا بها لتنمية القارة الإفريقية. رفعوا بقوة على مصالح بلدانهم وحاولوا تقليص الهوة بين الجسد والقارة الإفريقية. بالتالي الجزائر لم تذهب لطلب مساعدات أو لطلب أمور هكذا جانبية، الجزائر حضرت بمشاريعها باستراتيجيتها ببراغماتيتها، وبالتالي عندما تلاحظ مثلا جو بايدن لم يخص الجميع بجلسة أو على الأقل وقفة مجاملة مع الدول، وبالتالي اليوم الدول تنظر إليك، لأن في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم عرف يقيسون مستوى علاقاتك مع الولايات المتحدة الأمريكية بتواجد كبرى هذه الشركات، لأن شركات شيفرون وإكسون موبيل بالتكنولوجيا التي تمتلكها بإمكانها حتى التنقيب بتكنولوجيا عالية في السواحل البحرية عن النفط، ولديها تجارب مهمة جدا في البرازيل، وبالتالي عودتها إلى الجزائر هذا يعكس المستوى الكبير للعلاقات الجزائرية الأمريكية، والذي يضاف إلى الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا. وبالتالي سيميولوجيا الجزائر صراحة تلقت دعوة من جورجيا ميلوني، ولكن ليس من باب المجاملة أو من باب المزية، ولكن فيه استراتيجية بين الجزائر وإيطاليا. اصطفت الجزائر مع الكبار لتدافع عن السلام والاستقرار الذي باتت الإنسانية في أمس الحاجة إليه، ولتوجيه الشراكات نحو النفعية المتبادلة. هكذا هي الجزائر أينما حلت تجذب وتؤثر. قمة تبعتها وسائل الإعلام العالمية وحضور الجزائر البلد الإفريقي البارز لفت الاهتمام. قمة الجي 7 فرصة لإحلال السلام في ظروف إقليمية ودولية معقدة، والجزائر التي تشارك في هذه القمة إلى جانب بلدان إفريقية بإمكانها إثراء أجندة هذه المجموعة من أجل الخروج بحلول أمنية واقتصادية تخدم كل الأطراف. علينا إيجاد ميكانيزمات جديدة وفعالة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في بعض مناطق الصراع، وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود اللازمة لإيجاد حلول للأزمات الإنسانية، والجزائر بإمكانها المساعدة في هذا المجال.
نرى كثير من المبادرات، نرى كثير من المساعدات والدعم الذي يستمر من الجزائر، نرى أعلام الجزائر في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية من دون بقية الدول العربية. وهناك مثل يعني عام يقول نحن مع الجزائر ظالمة أو مظلومة، فما بالك عندما تكون الجزائر تقود سياسة من أجل تحرير فلسطين، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى بقية الدول. اليوم الجزائر حاضرة بقوة في مجموعة السبع من أجل الحديث عن فلسطين، عن الوضع في إفريقيا، عن الأمن، عن الحقوق الاجتماعية، الصحة، الطاقة، البحر المتوسط. مشاركة الجزائر في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم هي مشاركة ناجحة جدا، وهو ما يؤكده أيضا خبراء ومحللين متابعين للشأن الدبلوماسي الجزائري. يمكن القول أن مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة كانت مميزة، وذلك من خلال نشاط كان مثقلا باللقاءات تقريبا منذ اليوم الأول من وصوله إلى جنوب إيطاليا. هذا ما لمسناه من خلال تغطياتنا لهذه القمة. الجزائر البلد العربي الأكبر والأكثر تنوعا، منه خرج مالك بن نبي خليفة ابن خلدون وصاحب شروط النهضة. هنا ولدت موسيقى الرأي، وخرج الشاب خالد غازيا العالم الغربي بأسلوب غناء فريد وثقافة مختلفة. ومن هنا أيضا خرج بنزيما وزين الدين زيدان ورياض محرز، واحترفوا في أقوى أندية العالم. بلاد مغلقة على نفسها، لكنها تصدر للعالم أفضل الكتاب والشعراء والفنانين والرياضيين. وإذا قلت كلمة الجزائر يجب أن تتبعها بجملة بلد المليون ونصف مليون شهيد، ففي هذه البلاد لا شيء يطغى على شهرة تضحيات الجزائريين ضد المستعمر الفرنسي. أسرار كثيرة وحقائق غريبة عن بلاد ترفض دخول الأجانب إليها، وبالمقابل جزء كبير من شعبها يعيش في الخارج. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، وبعد ما شفنا الفيديو الرائع ده اللي بيوري قد ايه الجزائر دي بلد قويه جدا، وبيوري قد ايه الجزائر دي بلد عظيمه جدا، وبيوري قد ايه ان الجزائر دي بلد ملهاش وصف، مفيش اي كلام يقدر يوصف الشعب الجزائري ولا يقدر يوصف الجزائر. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.